النهارده يا بابا شفت فيديو لزكيموس وكان بيتكلم عن خسوف القمر، وفعلا القمر لونه احمر، يعني سبحان الله. عارف يا لقمان، زمان قبل الاسلام كان الناس كانت فاكره ان الخسوف، كل كسوف بيحصلوا لما القمر والشمس يزعلوا على موت حد مثلا. استغفر الله العظيم يا رب. والرسول صلى الله عليه وسلم وضح وقال ان الشمس والقمر آية تاني من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته انما يخاف الله بهما عباده. فعلا الدين بتاعنا اتكلم عن كل كبيرة وصغيرة. بس تعرف ايه الجميل في الموضوع دوت؟ ان في صلاة خاصة بالكسوف والخسوف. فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودان، واطال فيهما القراءة والقيام والقعود والركوع والسجود، واطال في كل ركعة عن الركعة التي بعدها. طب يا بابا انا ازاي ممكن اصليها؟ صلاة الخسوف والكسوف سنة مؤكدة، ولازم تصليها فورا لو كان الخسوف جزئي او كلي، عشان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده وامر بيه. صلاة الخسوف بتكون ركعتين، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان. طب بابا ازاي ركعتين في كل ركعة؟ انا فاهمك، هتصلي وبالركعة الاولى هتكبر تكبيرة الاحرام وتقرأ سورة الفاتحة وسورة طويلة، بعدها الركوع والتسبيح، بعدها تقوم من الركوع وتقول سمع الله لمن حمده والحمد، وتقرأ سورة الفاتحة وسورة طويلة بدل السورة الأولانية، وتركع مرة تاني والقيام وسمع الله لمن حمده، وتسجد السجدة الأولى والجلوس بين السجدتين والسجدة التانية، وبعدها تقوم للركعة التانية، والركعة التانية هتكون زي الركعة الأولى بالظبط باختلاف السور بعد الفاتحة، ولما تخلص هتقعد للتشهد والسلام، وهي دي هتكون صلاة الخسوف والكسوف.